مادة أن تعلن هيبة الدولة. خلي أكمل. نعم. هم الأخوة الفصائليين يقولون نحن عدونا الأول هو الوجود الأمريكي. صحيح. مو صحيح؟ صحيح. ايش قد دول الأمريكان اللي موجودين؟ 2500 واحد، 3000 واحد، 4000 واحد. بحدود هذا. أنا أشوف لازم هي تخول الدولة والحكومة لإخراج الأمريكان. نعم. حسب البنود الرسمية الموجودة. نعم. أما أنا أكون فصيل مسلح خفي موجود غير مرتبط بالدولة وما دي حارب، يعني هو الآن مثل الأخوة الفصائليين. نعم. لما طلعوا إنذار إلى الأمريكان إلى 23/12، مو صحيح؟ زين، أنتوا لعد شو تسوون خلال هذه الفترة من تأسسوا لحد الآن؟ تقاتلون الأمريكان؟ وين تقاتلون؟ لا، وين تقاتلون الأمريكان؟ وين تقاتلون؟ استاذ هاشم. انا دا اشوف. دكتور دكتور الله يحفظك عزيز، انا دا ثق واعتقد دا اتكلم بهدوء واتكلم لصالح الحشد ولصالح، وانت تعرفني انا واذا نعم واذا لا من عندك يعني حق.